ابي اذوق طعمه الحلا بالعطر. اليوم راح اخترع لكم بودنج، بس شنو؟ بالفانيليا، شيء ما قد صار. عنجاني الشيء هذا الجميل، بس ما راح افتحه الا لما اخلص البودنج. خلينا نفتح الكيك، الكيك بالفانيليا، راح نشربه بحليب الفانيليا. اوكي، جبت العيد. طيب تعودت يعني كل مرة اجيب العيد. تحط دانيت بالفانيليا برضو، راح نرتبه بشكل مرتب. فتت فوقه الفلك. واو شكله شهي. يلا الحين عاد نبدأ ندوق. بسم الله. ايش طعم ولذاذة يا جماعة. رهيب. متحمسة اني افتحها الحين. بفتحها طبعا، هو كذا جاي نفس الشنطة يجنن. الزبدة. بسم الله. الله، عطر سيكرت. يا سلام، طبعا العطر هذا فرموني انثوي بحت. عليه مدح، بنفس الوقت تحذيرات. قاعد يقولون لا ترشون العطر برا البيت يا بنات. انتم فاهمين قصدي، يعني العطر مرة خاص. خلي شمه. الله، الريحة تجنن يا بنات، فرمونية بحتة. الريحة مو طبيعية، ماني قادرة تدرون شلون؟ ابي اذوق طعمه، ابي اذوق طعمه الحلا بالعطر. بذوق، ما اقدر. خلينا نذوق. فرموني فرموني، ما اقدر. هنا نذوق. تعرفون العطر اللي ينقال اذا تعطرتي منه تن وكلين؟ هذا هو سيكرت. الشيء بالحلو بالموضوع، هدية مسك. يا سلام يا سلام، عليه عرض تخيلوا حصري. سعر بكم؟ 189 ريال مستوعبين، مع مسك مجانا. حساباتهم تحت، واطلبوه للبنات بس.